عواش مبروكة بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله لكم الجميع الأحباب والأهل والأصدقاء والعائلة الكريمة. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى وبركاته يوافق يوم الاثنين 28 رمضان. رمضان شهر رمضان سبحان الله، حياتنا كاملة غادة. البارح جيت من فاس، جيت من فاس كيف ما كتعرفوا، كنت هاد 10 ايام برفقة الاخ سعيد والميمة نعيمة البدوية، بغيت نشكرهم كاملين من هاد المنبر. دابا رجعت للحياة الطبيعية، واليوم ان شاء الله غادي نمشي لواحد الندوة صحفية، بقاو معايا باش نوريكم الاجواء، تعيشوا معايا اللحظات ديالنا ديال الخدمة، كيفاش كنعيشوا وكيفاش كيدوز نهارنا. قلت بان كنا فاس مع الاخ الصديق العزيز سعيد، انسان الخلوق الانسان الطيب الله يعمرها دار، صراحه ما سخيناش به، بغى يسلم عليا، قلت له انا ما كنبغيش الوداع، انا كنقول ديما الى اللقاء نتلاقاو ان شاء الله. والله العظيم ما عزيزش عليا الوداع، من صغري ما كنبغيش نتوادع مع بنادم اللي عزيز عليا، اما اللي ما عنديش معاه راه حاجه اخرى. بالعكس الانسان اللي ما كنتفاهمش معاه كنبغي الوداع معاه، كنبغي نودعو ولكن الانسان العزيز عليا ما كنبغيش نتوادع معاه، ديما كنقول ليه الى اللقاء. وكنشكر امي نعيمه على الضيافه، صدفتنا الصراحه كبرات بينا، ولينا كنعتبرها الام ديالنا الحنون، وكاع الناس اللي صادفونا في المنازل ديالهم. على سبيل الذكر نبداو من الاخر، نبداو بطاطا بديعه اللي صادفتنا في دار خويا كمال، اختي رقيه، اختي بديعه الزوجه المحترمه ديالو، اختي خلود، كنشكرهم كاملين، خويا سعيد الاخ ديال نعيمه البدويه. وايضا قبل منها كانت امي الطو اللي استدعتنا في سيدي عدي، الصراحه كبرات بينا فتحات لينا حولي كاع، الله يخلف عليها والله يكثر خيرها، هي والابن ديالها سيدي هشام وسيدي انوار وبنتها وجميع العائله الكريمه. ايضا ما نساوش خديجه ام البنات اللي حتى هي عرضت علينا في الدار البيضاء، كبرات بينا الله يكبر بها، تهلات فينا ومعامله طيبه، عنات بينا الله يعنى بها هي وبنتها حنان. كنا بغينا نشوفو حاتيم الزوج ديال البنت، ها ساعة ما كانش في خبارو وما جاش، كنوجهو ليه التحية من هذا المنبر. وقبل من الناس استدعتنا الأخت فاتحة البدوية في المنزل ديالها، تا هي كنوجهو ليها التحية، وتا هي كبرات بينا الله يكبر بها في هاد العواشر. حضور الزوج ديالها الكريم تا هو الله يخليهم لبعضياتهم الله يواتيهم. وقبل منهم عاوتاني كانت عرضت عندنا نعيمة البدوية في دارها، عرضت عندنا شي ثلاثة ولا معرف أربعة المرات، كبروا بينا هي وبنيتاتها الله يخليهم ليها، اختي رجاء، اختي لمياء، اختي نجاة، اختي رانيا، الزوج الكريم ديالها حميد الله يسهل عليه والله يخليه لبعضياتهم الله يخليهم بعضياتهم يعني الله يواتيهم. شكون اخر اللي كان عرض علينا قبل من الفاتحة؟ شبعنا عراضات الصراحة شبعنا عراضات الصراحة، وقنا كندور اللهم لك الحمد. دوزنا ديك العشر ايام زوينة. عرض علينا سعيد في دارو، سعيد في دارو هو كبر بينا الله يكبر به، الدار كبيرة لا هو ولا بنت اختو انيسة وخالته مليكة الله يخليهم بعضياتهم. وكانوا حضروا، كانوا حضر الخزان، حضر كودوز، حضر دريس اجيت عارف اش واقع، حضر خويا كمال، حضر سعيد تاج تيوب، حضر ماركو، هشام، انوار، جات مي طوطه طبيعه،
ديك السيده اللي ساكنه في الصفرو يوميه ام فطوم وخلا لا فطوم طاطا بديعه كلهم كانوا حضروا. كانت واحد الجلسه زويونه الصراحه, جلسه عائليه تناقشنا فيها على المواضيع ديال اليوتيوب وتناقشنا فيها على المواضيع ديال التشهير باش ياخذوا الاحتياطات ديالهم باش ما يوقعوش في شر الاعمال لعنة اليوتيوب. كانت جلسة مفيدة الحمد لله وضحكنا اللهم لك الحمد. ايوا دابا ان شاء الله رجعنا لحياتنا الطبيعية. سعيد عرض علينا لفرنسا, دابا نمشيو لعندو ان شاء الله حتى هو ملي يفوت رمضان وتبادلنا الهدايا. قال لك تحابوا تهادوا تحابوا باش يكمل الخير في الدنيا, اللهم لك الحمد. دابا بقاو معايا, دابا نكملوا الحوار, بقاو معايا غنمشي للوطيل اللي فيه الندوة الصحفية ونعاود نصور معاكم شوية. كما كتشوفوا احنا وصلنا دابا للوطيل اللي فيه الندوة. انا ندخل لداخل ونعاود لكم على التفاصيل ديال هاد الندوة هادي. بقاو معايا. احنا وصلنا للوطيل, بلاتي نخرج على برا ناخذ لكم شي لقطات نشارك معكم هاد الاجواء قبل الفطور. تبارك الله, شوف شوف شوف, شوف. عرفتي هاد لوطيل عندي معاه شي ذكريات من زمان, عندي معاه ذكريات طويلة حيت بزاف ديال الندوات كيتنظمو هنايا في الرباط والمنظمين كيختارو على أساس أنهم يديرو هنايا الندوات ديالهم. الجو زوين, تنظيم زوين في المستوى, قاعات يعني مجهزة بأحدث التقنيات, كيجيو ضيوف عاوتاني من خارج أرض الوطن ومن مدن بعيدة كيجيو هنا كيلقاو فيني الراحة ديالهم. ولا اللي خطي عندنا بلادنا الزوينة الهادئة الأمينة. الله ينصر سيدنا محمد السادس نصره الله. بقاو معانا. نعاود نخرج باش نهضر معاكم على ود دخل فينا ديك الموسيقى وكنخافش باش يدير لنا الكوبي رايت. إذا راهي البلاصة اللي غنفطرو فيها هي, شوية وندخلكم ليها. هادي واحد الورقة كيعطيوها لينا فيها داك الكيو آر, فيها سوفيتيل وفيها الرقم باش كتدخل كتفطر. انا ندخل نصور لكم دوك الاجواء وسمحوا لينا, راه كل واحد عنده خيره في دارو. نقل معكم الاجواء بحال انتم معانا, فهمتي؟ ها هو مزيان. السوشي هذاك رب أم
كنتلاقى معاك فاز انا ياك. انت اين من بر؟ عبير. عبير الله عمر هضر لنا معاك نعرفو علاش قلت زعما هو زعما غرف ليك اخا يقدر يكون شي سوء تفاهم. سير الحبيبات بغيت نصورك يا خويا نشدو خويا خويا في هذا الله الخير والخير. سير الانامل الذهبيه عطاك الله الصحه بدي الحلاله ديال سوفيتال عمرنا واش مصايبين هانتوما المشاهدين الحلاله ديال سوفيتال على اللي خطينا الحلاله ديال مي نعيمه اه راك عارف راه تصور كيعتمد على ثلاثة الصوت والصورة والإضاءة. سامحهم الله لأن ما عندكش حتى القرار وقالت كتقول صفعة لأشرف أبرون خسر المعركة. احنا ما عندناش معركة، احنا هنا فقط لتخليق العمل السياسي، هذا هو الهدف. يعني انا وضحت لكم الامور كامله دابا، واذا كان شي توضيحات اخرى انا راه الاشاره. تفضل سي مراد. الاخوان حتى الميكرو الثاني. الاخوان كل واحد يقدم المنبر الله يحفظه. مراد المنبر. الجريده الالكترونيه، اولا شكرا سي اشرف على هذه الاستضافه وشكرا للجميع حضور الزملاء والزميلات الصحفيين. نحن اليوم نتحدث على دعوة قضائية، ونحن نعلم جيدا على ان يعني تبعدنا ايام قليله، خصوصا ان لجنه لحزب الاستقلال. فسؤالي هنا كيطرح نفسه هو هذه الدعوة رغم يعني الحيز الزمني القليل توقيت، ورغم انكم يعني تبعوا الدعوة، بماذا سوف تفيد؟ هل هي دعوة لرد الاعتبار أو دعوة للوصول إلى شيء ما؟ مجموعة من الأمور اللي كاينة في الكوارث، يعني رأي العام لهم هو معرفة هذه الكوارث. وشكرا. شكرا الإخوة، نجاوب كل سؤال على حدة ياك إذا اللي اتفقتوا عليه. شكرا على هذا السؤال. طبعا احنا تفاديا لهذه الأمور مشينا في القضاء الاستعجالي، ولكن نهربوا شويه من الموسيقى. الحمد لله الشكر لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له. الحمد لله فطرنا كما شفتوا، نقلنا لكم الاجواء ديال ديك الندوه. كما شفتوا الفطور ما يمكنش الاخوان، ما يمكنش الفطور زعما اي حاجه تشهيتيها كاينه اي حاجه كتخيلها على دماغك كاينه. ولكن نتوما عارفين بالنسبه للصيام، يلا كتاكل جوج دغيمات ولله الحمد كتشبع، اللهم لك الحمد. اذا نقلنا لكم الاجواء مشاهدينا الكرام، دابا نشوف حالتنا، نرتاحوا شويه، وغدا ان شاء الله ما كايناش الخدمه، وبعد غدا ان شاء الله الى كتاب العيد، ومنين يفوت العيد ان شاء الله نرجعوا عاوتاني للعمل ديالنا والكفاح. وغنتلاقاو معكم اكيد في فيديوهات جديده. كنبغيكم، كنحماق عليكم. شكرا على التعاليق الزوينه ديالكم، على الحب ديالكم، على اللي خطيكم عليا. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.